في فقرة السبورة من يومين كان ضيفي الكابتن شريف عبد الفضيل، سألته عن المنتخب وهل هو أسباب إيه إنه ما كانش بيروح المنتخب. قال الشيخ ما كانش بيختاره. كان في شيخ في المنتخب هو اللي بيختار الأسماء؟ الشيخ إسماعيل ولا الشيخ مين؟ شيخ مصح. الشيخ إسماعيل ده نجم مصر ومحللنا يعني. أيوه ماشي، ما هو بيقول لك شيخ، ما أنا مش فاهم شيخ مين يعني. لا شيخ. طب كابتن طارق الشيخ ولا مين؟ والله بص هقول لك على حاجه، يعني انا بحب شريف جدا، شريف من الناس المقربين مني، ولكن انا يمكن شفت على اليوتيوب الكلام اللي هو كان قايله شريف ده، وحزنت جدا ان الكلام ده يصدر من شريف يعني. وانت عمال حتى تساله يقول لك انا مسؤول عن كلامي، انا مسؤول عن كلامي. اولا كلام لا يجب أن يصدر عن واحد المفترض أن هو نجم عاقل بيفهم، لأني مسؤول طلع يتكلم أمام ملايين، فيجب أنك أنت لما تتكلم تتكلم كلام بعقل. لما احنا كان في شيخ ما وصلناش ليه كاس عالم، ليه ما وصلناش كاس عالم؟ ليه ما خليناش خدنا كسبنا امريكا في كاس العالم للقارات؟ ليه ما خليناش نوصل بعد 2010 كاس الامم الافريقيه؟ ما كان موجود الكابتن حسن شحاته وقتها. ايوه بص كلام يعني ملوش لازمه، وهنا ممكن يكون شريف وقتها لعيب كويس ولعيب مميز، ولكن في المكان في اكتر من حد، مش لازم يكون شريف وحش على فكره. بس انت بتبقى مثلا في خمس ستة منافسين، فبالتالي انت بتحتاج تاخد ثلاثة في كل مكان، فممكن يكون ما كانش صحيح اوان شريف في الوقت ده، او يكون لي دور هنا. فمعنى ذلك ان اختيارات شيوخ او في شيوخ كانت بتبقى موجودة والكلام ده. انا عايز اقول لك على حاجة، انا عن نفسي ما بحبش الخوض في الكلام ده اساسا، لاني كرة القدم ورياضة ما بتعتمدش، بتعتمد على الجهد والتعب يعني هل النهارده مثلا الانديه اللي بتاخد بطولات اللي هي بتجتهد وبتتعب وراها جماهير والكلام ده، هل بتاخدها بالشيوخ ولا بالاعمال ولا بالكلام ده وكده؟ كلام يعني طيب كلام ما كنتش احب ان يصدر عن شيء. كان مهم ان انا